متى ما احتاج الناس إلى إعادة علم من العلوم أو إلى موضوع من الموضوعات المهمة فإنه يعيد ذلك حسب ما يراه من مصلحة وحاجة الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، ولا سيما مثل الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحرص عليها. ولذلك لو أن الخطباء حرصوا، لو أن بعض الخطباء حرص على أن يكون جل حديثه عما قاله الله عز وجل أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حال الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم يخطبون بحديث فيبينون هذا الحديث وما يتعلق به حتى ينتفع الناس بذلك وحتى تتعلق القلوب بنصوص الوحيين الكتاب والسنة. إنما الأعمال بالنيات أصل من أصول المنبر، وهذا أصل من أصول المنبر. نعم، ولذلك إنما الأعمال بالنيات أصل، ومر معنا الحديث عنه، مع ذلك خاطب به عمر كما مر معنا خاطب به على المنبر. فالناس بحاجة إلى ماذا؟ إلى نشر نصوص الوحيين في كل زمن، فكيف بزمن كثر فيه من يتحدث بالدين وعن الدين، لكن لما تذكر النصوص نصوص الوحيين تكون حجة دامغة لكل من أراد أن يدخل في هذا الدين وفي الحديث عنه وليس بأهل أو ليس من أهله. لأنه إذا قيل قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أو في مسلم أو في سنن أبي داود بإسناد صحيح أو في السنن الأخرى أو في المسانيد أو في المعاجم، هنا تكون كقوة، تكون هناك قوة لحفظ الدين من أن يتسلق عليه المتسلق، لأن أسرع طريق للشهرة وللظهور هو الحديث في الدين. الله المستعان.